السادات والسادة، فخامة الرئيس، فخامة رئيسة الاتحاد الأوروبي، شكرا لهذه الزيارة إلى مصر حيث سمحت لنا بمواصلة النقاشات منذ زرت الرئيس السيسي في إبريل من 2023، لا سيما أن الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر أخذت مستوى جديد. شكرا سيدي الرئيس على كرم الضيافة وعلى حسن الوفادة وعلى هذا النقاش الصريح المفتوح. بدأنا المحادثات بشأن الشراكة مفيدة لكلا الجانبين، والعام الماضي في زيارتي هنا للقاهرة ناقشناها. إن هذه الشراكة الاستراتيجية والشاملة خطوة هامة للأمن الأوروبي. شكرا لكذلك الرئيس فون دير لاين على فخامة السيدة رئيسة المفوضية الأوروبية على هذا الدعم. وهناك الكثير من المجالات التي ينبغي أن نذكرها، بدءا من الاقتصاد والطاقة والهيدروجين الأخضر والتعاون ما بين أممنا في التعليم والعلوم حتى الهجرة. نرى فرص كبيرة لائحة في الأفق للتعاون الوثيق مع مصر والهيدروجين الأخضر. ناقشنا هذا بالفعل العام الماضي، بالإضافة إلى مجال نقص العمالة الماهرة في مصر في أوروبا عفوا في مصر، فكان يتنامون كل عام، وبينما معظم النمو السكاني يتدنى في أوروبا، وعليه فالعمالة الماهرة في مصر من شأنها أن تسهم إسهاما كبيرا في أوروبا. وأن حيث إن النمسا تأثرت بهذا، أود أن أتحدث قليلا عن موضوع الهجرة. شكرا فخامة الرئيس على مجهودات مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وعلى المجهودات التي بذلت لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الهجرة غير المنتظمة أولوية أولى لنا. أنا مقتنع أننا ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لمنع الهجرة غير الشرعية، ولمكافحة الأسباب الجذرية نحتاج إلى تعاون مستدام، بغية إيجاد اتفاقية مع مصر حيث إنها بلد مضيف لعدد كبير من اللاجئين ولها دور كبير مهام، ومن الأهمية بمكان بالنسبة للجميع وبالنسبة لمن يعيش هنا وبالنسبة لمصر والاتحاد الأوروبي كذلك. إن الأمن ليست طريق اتجاه واحد، إن الأمن يحتاج إلى التعاون ويحتاج إلى الشركاء، وهذا هو الحال في الحرب ضد الإرهاب، وهي جزء أهم من هذه الاتفاقية. إن الإرهاب أو الإرهابيون هم أعداء الشعب ويدمرون المجتمعات. ينبغي أن نوقف كل أشكال الإرهاب بكل قوتنا. إن الحرب ضد الإرهاب لها معنى هام هذه الأيام، وإن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. أنا سعيد أننا وصلنا إلى هذا الاتفاق الشامل، وإن النمسا استطاعت أن تسهم إسهاما صغيرا. شكرا فخامة الرئيس، شكرا أورسلا، شكرا للزملاء.